الفطنة تبدأ مع شاب اسمه ماكس، وهو على سطح بيته بيرسم النار في دفتر الرسومات، وبتنادي له عليه أمه اسمها مونيا عشان ينزل ويساعدها في نقل أغراضهم، عشان إنهم لسه انتقلوا إلى بيت جديد، وبتقول أنهم راح يعيشوا في بيت جديد وبداية جديدة لحياتهم، وراح ينسوا الماضي، وبيهزر معها ماكس وبيقول لها بداية جديدة رقم 9، لأنهم انتقلوا 9 مرات من قبل، لأنه دائما في حاجة بتطاردهم ومش عارفين ينسوها، وبيدخل ماكس بيته وبيفضل يبص على صورة والده، ولما بيكون التلفزيون شغال بيلاحظ أنا في حاجة بتحصل في الكهرباء وبتأثر على شاشة التلفاز وهو شغال، فبتروح تنام في غرفتها، وبعدها يلاحظ ماكس أن في حاجة بتخرج من إيده وبتأثر على الأجهزة الكهربائية، ولما بيكون ماكس في طريقه إلى المدرسة في اليوم الثاني وبيلاحظ بوابات شركة مهجورة اسمها إنتك، واللي أبوه المتوفي كان شغال فيها، وبتيجي لماكس مكالمة على هاتفه، ولما بيجي يرد بتخرج كهرباء من إيده وبتأثر على الموبايل وبتخليه يطفى، وبعدها كمل ماكس طريقه وهو سايق دراجة، وبعدها بيصطدم بعربية وبيوقع على الأرض مع الدراجة، وبتنزل البنت اللي كانت سايقة السيارة واللي اسمها صوفيا، وهي معاه في المدرسة، وبتطمئن عليه وبتقول له أنه يراها بعد المدرسة، وبعد المدرسة بيركب ماكس العربية مع صوفيا وبيروحوا لبيتها عشان صوفيا تصلح عجلة دراجة ماكس اللي تحطمت بسبب الحادث، وبعدها بيروح ماكس البيت فيجد هناك مايلز معزوم على العشاء وهو زميل سابق لأبوه ماكس، ومايلز هو الذي أقنع مولي والدة ماكس بالانتقال والعيش في بيتهم الحالي، ومايلز كان موجود مع أبو ماكس يوم وفاته وقال أنه حاول ينقذ حياة أبو ماكس. وفي شركة إنتك تحصل حاجة غريبة في مكان يشبه المسبح، وبيظهر شيء غريب، فبينزل اثنين من العلماء واقتربوا من الماء عشان يعرفوا ما هذا الذي يحدث، وفجأة انتشرت جزيئات الماء في الهواء وتكونت جزيئات كريستالية مثل الجليد، وبعدها اتصل العلماء على الأمن لأنه يمكن حصل اختراق في الشركة، وفجأة بيظهر شيء أسود يطير، وبعد هذا الجسم الطائر بيعدي بين أفراد الأمن وبيهرب من مبنى الشركة، وفي وقت متأخر من الليل بيبحث ماكس في الإنترنت عن ماذا حصل لأبوه، ووجد بعض المعلومات التي تقول أن سبب الوفاة هو وجود إعصار يوم الحادث، وبيكون ماكس متضايق وغاضب لأنه لم يجد تفسير مقنع، وبعدها بيحصل خلل في الكمبيوتر، وفجأة رأى أنه في كهرباء بتخرج من إيده مرة ثانية، ولكن المرة دي بيتحكم ماكس في الكهرباء، وبعدها بيروح ماكس للغابة ثاني يوم عشان يجرب قوته الغريبة على الأجهزة الكهربائية، ويولع في المصباح ويجرب يتحكم في الكهرباء، ويكون منبهر لما بيعرف إمكانياته وقدراته المذهلة. وفي اليوم بعدها في المدرسة بيكون ماكس جالس لوحده بيرسم، فبتناديه صوفيا ولكن لم يسمعها بسبب الزجاج الفاصل بينهم، وبعدها بيعرف ماكس أنه صوفيا عاوزة تقابله في موعد، ولما بيلتفت ماكس ويتأثر على آلة بيع المشروبات وبدأت تنزل على المشروبات على الأرض بسبب قوته الكهربائية، ولما بيروح ماكس وبيسأل أمه عن أبوه وبيقول لها إن الناس اللي في المدينة عارفة حاجات عن أبوه أكثر من اللي ماكس بيعرفهم، ويبقى ماكس ما عندوش فكرة عن كيف مات أبوه، وبتقول له أمه أنها عاوزة تقول له كل حاجة حصلت، ولكن القصة غريبة وماكس مش هيستوعبها، وبعدها لما بيكون ماكس بيفكر في القصة بيظهر الجسم الطائر بيراقب ماكس من بعيد، وماكس مش واخد باله منه. وفي اليوم التالي بيروح ماكس إلى المطعم اللي اتفق مع صوفيا من قبل أنهم يلتقوا هناك، وهناك بيتعرفوا على بعضهم أكثر وبيصبحوا أصحاب، ولما تعطي صوفيا موبايلها لماكس عشان يسجل رقمه ولكن بيوقف الهاتف وما بيشتغلش، وبعدها بيحس ماكس بالصداع الشديد بسبب الكهرباء اللي بجسمه، وبعدها بيروح للحمام ولاحظ شيء غريب، وبعدها بسرعة هرب ويصرخ، وبعدها صرخ ماكس بسبب الصداع اللي في رأسه، ولما بيصحى ماكس في ثاني يوم بيلاحظ وجود آثار حروق
على ملابسه والسرير الخاص به، ويجد أيضا في جروح على جسمه، ويبقى مستغرب لهذا. وفجأة بيظهر الجسم الطائر وبيقول لماكس أن اسمه ستين، وبيشرح لماكس سبب قوته، وبيقول لماكس أنه موجود لكي يحميه. وبعدها بتسمع الأم أصوات وبتطلع تعرف شو بيحصل، ولكن ماكس بيخبيه في صندوق الغسيل. وبعدها بيروح الاثنين للغابة وبيتناقشوا بخصوص القوة اللي عند ماكس، وهناك يشوفوا عربية سوداء يخرج منها أشخاص معهم أسلحة يبحثون على ستيل. وبعدها بيهرب ماكس وستيل، وبيروح ماكس للمدرسة ويبقى معه ستيل في حقيبته. وبعد نهاية المدرسة بيروحوا لمبنى مهجور، وبيشرح ستيل قوة ماكس، وبيجرب ماكس كيف يستخدم قوته وسرعته بطريقة فعالة، وبيقول ستيل أنه ممكن يستخدم قوته في القتال. وبعده بيتعلم ماكس كيف يستخدم قوته، وبيعرف يقفز لمسافات عالية جدا. بعدها بيتحد ماكس مع ستيل، فيحدث ما لم يكن في الحسبان. إذا أردتم معرفة الجزء الثاني من هذه القصة وتتمة هذه القصة، اتركوا لنا تعليقكم في التعليقات. شكرا لكم وإلى اللقاء.